المسلمون لما ضيعوا دينهم وفرطوا فيه ودخل فيهم كثير مما قال الله فيه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، خف ميزانهم وتجرأ عليهم أعداؤهم وصاروا كما يقول ابن القيم وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، فصار المسلمون غرباء في أوطانهم. ولذلك لا يملك المسلمون إلا الدعاء، لكن الدعاء يحتاج إلى توبة نصوح وإقبال على الله بصدق واعتذار من الذنوب وإلحاح على الله جل وعلا، والله جل وعلا وعد بالاستجابة لكن لم يعد بأنه بمجرد ما ينطق الإنسان بالكلمة يرى الجواب عاجلا، قد يحول بين الجواب أمور تمنع، كما في حديث رب أشعث أغبر يطير السفر يرفع يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام فأنى يستجاب له. يمكن كثير من الأدعية تصدر من الناس لا ينقون مكاسبهم وأسباب مآكلهم ومشاربهم، فنسأل الله الصلاح والعافية.